اهلا وسهلا، مرحبا بكم. معلشي شوية. اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد مع اكايجي 700 ام. اسمحوا لي انا مريض، ما عرفتش علاش خاصني نعتذر وانا مريض. ماشي كنعتذر، ولكن شي مرة تشوفوا لي كان صاحب هادشي، هاد الشي غا يخلعونا خلعونا كتجري. هادشي اللي كاين، يعني المرض الوحيد اللي فيا دابا حاليا هو خلعونا، صافي فقط لا غير. شي فيروس هذا جاني مقود. anyway، مرحبا بكم في فيديو جديد مع كايجي 700 ام. غير مقدمة بسيطة على داكشي اللي وقع في سبتة، تاع الشباب اللي هما بغاو يهاجرو من المغرب في 15 شهر 9 2024. فهادشي فكرني في واحد اريا 51 ريد في ميريكان. في ميريكان واحد النهار في 2020 كانوا قرروا يديروا واحد التاريخ، يمشيو لواحد المقر ديال المنظمة العسكرية السرية باش يشوفوا واش كاينين فضائيين تما ولا لا، وداروا ديك المداهمة اونلاين. دراري في الانترنت جمعوا ومشاو لتماك ومشدوهم العسكر، دخلوهم يعني طردوهم من تماك. فكل شيء هادشي كان باغين يشوفوا فقط واش كاينين الفضائيين تماك ولا لا. عبد سيم تين هابند، نفس الشيء وقع، ولكن للاسف ماشي بالضحك وانما بالصح. الناس بغات تخرج تهاجر تمشي عبر البحر، عرفتي شنو هي هادي بحد ذاتها؟ بنادم بغى يمشي يقتل راسو، يا اما يقتل راسو يا اما انه يمشي فقط يعيش في اوروبا. كيفاش كيعيش في اوروبا؟ فقط انه راه كاين واحد القناة سميتها قناة الغربة كتفضح كل شيء، بأن الناس مساكن ملي كيمشيو لأوروبا كيلقاو الجحيم تماك. ولكن مع ذلك واخا يعيش متسول، واخا يعيش متشرد في أوروبا، أحسن ليه من الحياة ديالو في المغرب. المغرب ما فيه لا سوشيال سيكوريتي لا مولاي بويه، فيه 500 درهم ديال الدعم ولينا كنضحكو بيها على ريوسنا. كيقولك إلا عندك الويفي المؤشر ديال الدعم ديالك كيهبط. علاش كتقطروا الشعب؟ كتقطروا لي رزقه، هذاك رزق الشعب. مساعدات راه خص فئه المعوزه توصلهم 5000 درهم شهريا، وبنادم ما يقول لك لا وهادي وما كيخدموش والبطاله وما قراوش. وشنو الوظيفه ديال الدوله؟ ما فهمتش. دابا بنادم تيقول لك وهادو ما سططوش غيوصهم، يعني يستحقوا يكونوا فقراء. واش عارف الكونسيبت تاع المساعده الاجتماعيه ولا ما عارف؟ واش تقولك لا هادو بيطانيين وهادو ما عشتك شي شمكارة؟ ماشي كلشي شمكار، كاين اللي مساكن من هاديك فئة المعوزة راه كاينين مرا يعني بالأطفال ديالها مطلقة باغا تهاجر. واش نقولو عليها تا هي شمكارة؟ كاينين بزاف ديال الناس اللي ما بانوش في فيديوهات، ما بانوش في الصور، اللي هما ماشي شمكرية، فقط كيعانيو من الفقر صافي، بدون أدنى مساعدة اجتماعية. ما كايناش مساعدة اجتماعية. السبيطار ديال المغرب هو الاخر، السبيطار ديال الدوله حتى هو فيه الخلاص، فيه التدويره مع العساس السيكوريتي اللي تما، فيه التدويره مع الفرامليه، فيه التدويره ديال التحاليل، فيه كيخرجوا لك الدواء عاوتاني خصك تمشي تشريه. في حين بعض الدول المتقدمه الناس اللي هما فقراء عندهم مساعدات، الناس اللي هما فقراء كيلقاو مثلا شي حوايج فابور، كيلقاو تطبيب فابور، كيلقاو تعليم مزيان فابور عوض هنا التعليم العمومي غير في شكل الى اخر. بقا لك تسول التعليم العمومي، راه ماشي كلشي كيقرا، ماشي كلشي كيسدد راسو. الا كنتي انت ولا انت خدامين وقريتو مزيان ولا عندكم مستقبل زوين، فهذا ما كيمنعش انكم تشوفوا من حال الناس اللي ما قراوش وما خدموش. كاين شي ناس اخويا راه ما يمكنش غنهرب، راه وكاين اللي قرا تاعي عاوتاني، كاين اللي قرا وفي الاخر ما لقاش خدمه. وعاد بلا ما ندويو على ديك القضيه ديال التثقيف فوق 30 عام، اغلب الوظائف مع الدوله الا كنتي فقط فوق 30 عام، واخا تكون انت هو مؤهل معفين، واخا تكون انت تري 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 كومبيتون، مي ما عندكش الحق تولج ديك الخدمه فقط لانك فوق 30. واش دابا اللي فوق 30 عام وما لقاش خدمه في القطاع الخاص
وحامل لي شواهد، عنده الإجازة، عنده الدبلوم، عنده البكالوريا، قرا وفاهم وعارف شلا حوايج، ما عندوش الحق يدير حتى حاجة. يمشي شنو يدير؟ أغلبيتهم كيفكروا في الهجرة، كيقول لك اللهم الهجرة ولا هادشي. وفري ما فهمت انا كيفاش هادشي، كيفاش كلشي غالي. من اللي كيقول لك لا انا بنادم كيهاجر حيت شمكار وما خدامش، وها هو سيدي خدم، نقولو خدم بالسميك، ما عرفش شحال السميك كاين، يعني المعدل الادنى للاجور باقي 2500 درهم في الشهر. شنو هادين له هو 2500 درهم في الشهر؟ لا شيء. واش كنهضروا على نوع د الحياة ولا كنهضروا على نوع تاع السيرفايفل؟ فقط انسان كيعيش، فقط كيبقى على قيد الحياة. اين هي الوظيفة ديال الدولة من الموضوع؟ وبنادم بلا ما يبقى يسب لي حكومة اخر نوش ولا اخر نوش، راه الحكومة غير محكومة، راه اخر نوش ما عنده حتى شي دور، راه واخا كيبان لكم في الواجهة راه شفار ومع شفار اخرين. اوكي، وإلا جبتي هادوك الشفار الآخرين غتمشي للحبس. داكشي باش الناس، باش كتجنب أنها تمشي للحبس، كتبقى تقول واخا أخ النوش، أخ النوش فاشل، حيدو أخ النوش. نفس الوقت فين كانوا كيقولوا لا بن كيران، بن كيران فاشل، حيدو بن كيران، العثماني، العثماني فاشل، حيدو العثماني. غير المشكل ماشي في الوزارة، غير المشكل ماشي في البرلمان، غير المشكل ماشي في الحكومة. شوف واحد العنصر اللي ما كيتبدلش، هذاك العنصر اللي ما كيتبدلش راه هو السبب تاع المشكل. انا في نظري هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين، يعني ما يمكنش، ما يمكنش كل شيء غالي هاد الايامات هادو، وشي كيسب شي، يعني بحال بعض افراد الشعب ما كتاخدوش الرأفة على الشعب الاخر لا والو، وكل شيء ساكت، واللي يهضر يمشي للحبس، واللي يهضر ينعتو بالانفصالي، واللي يهضر يقولوا عليه جزائري. هادشي اللي ما فهمتش، فينما شي واحد كيجبد العيب تاع المغرب كنقولوا عليه انت جزائري، واخا هو ماشي جزائري. لا علاش ما نناقشوش المضمون ديال داكشي اللي قال؟ علاش عوض ما نبقاو نعتوه انت باغي الفتنه؟ لا ما نقولوش انت باغي الفتنه، انت باغي الفوضى، لا ناقشوا الفكره اللي طرح هو، عوض ما نبقاو نعتوه بالاصبع، ناقشوا الفكره اللي بغى يقول. النوع اخر تاع الهجره، راه كاينه الهجره القانونيه، كاينه هجرة الأدمغة، كاينة. واخا حنا ما نقولوش ليكم لا حقا الهجرة كاينة غير حيتاش بنادم كيريسكي، لا ماشي حيتاش غير بنادم كيريسكي، لا كاين اللي قاري وتوظف في المغرب، ولا بدلو الفرصة يخرج كيخرج. يلا تا هاديك شنو هي هاديك؟ يعني بنادم دابا، انا نشرح لكم، كاين واحد النوع البشر اللي شاف على الشباب هادو باغيين يهاجروا بطريقة سرية، قالوا عليهم باغيين الفوضى، ما خدامينش، ما باغيش المصلحة ديالهم، خصهم يجلسوا في البلاد، راهي ما لقاوش خدمة حيت هما مكلخين إلى آخره. أوكي، يعني هاد الأسباب كاملين بحال ما بغاوش يقولوا بأن المغرب فيه مشاكل اللي خلاتهم يهربوا. إوا شنو نديرو مع الناس اللي كيهاجروا قانونيا، قانونيا بالوراق ديالهم بكل شيء، كيمشي كيعرف بأن الخدمة في المغرب ديالو نيت، الوظيفة ديالو في المغرب ما كتسوى والو، قدام يمشي يقدم نفس الوظيفة في دولة أوروبية، وفعلا كيمشي ما كيعاودش يرجع إطلاقا، كيعاودش يرجع، ما كيعاودش يفكر أنه يجي يخدم المغرب، يخدم الوطن، كايناش هذيك الهضرة هذي. علاش؟ يعني المغرب فيه مشاكل، فيه مشاكل بالعرام، وفيه الشفرة بالعرام، وفيه جميع الخيرات والثروات سواء البرية ولا البحرية، ما كيستافد منها الشعب حتى حاجه، وحنا عارفين شكون كيستافد منها، حنا عارفين بلا ما نقولوا، عارفين. ولا هضرتي عليه ولا هضرتي على شي وحدين، انتو كل الحبس. هادشي يعني بلين اند سيمبل، يعني كوريا الشماليه، كوريا الشماليه، يعني شنو الفرق ما بين كوريا الشمال؟ ما المهم نخليو هذا الموضوع، هذا الموضوع دابا الى وصلتوا معايا لهاد الدقيقة هادي، غادي نبداو في الفيديو ديالنا الحقيقي. الفيديو ديالي هو كيفية التخلص من الكوابيس. ما معنى كابوس؟ هو نايتمير، هو حلم خايب، حلم خايب. كتنعس بالليل، كتفيق الصباح مخلوع، شفتي شي حاجة خايبة في المنام ديالك،
اللي هي خايبه. دابا ندوي واحد على اول خطوه، ندوي لكم على راسي انا كيفاش تخلصت من الكوابيس اطلاقا، تخلصت منهم. ماشي ما بقاوش كيجيوني، ولكن ما بقاوش كيخلعوني، ما عرفتش يعني. خليو هادي تدخل لكم في الراس مزيان. اي حاجه شفتها في المنام مهما كانت سيئه، اللي بغيتي يشوف اي حاجه سيئه طرات لك في البال، ما عمرني كان فيق مخلوع وما باغيش نعس الليله اللي موراها، وقبل ما ننعس كنقول ناري نقدر نشوف شي حاجه خايبه، وكيطرى عليا شي قلبي كيتهز كيتحط، كنفيق عرقان، كنكون باغي نجري. ما كاينش مهما شفت، سواء حلم جميل او لا حلم سيء. وغادي نعاود لكم فقط الليله الماضيه جاتني حلم سيء، شنو كان هذاك الحلم؟ كنفيق عادي. واي نهار ما عمرك تجيني في مخي قبل ما ننعس، ننعس قبل ما نجي نحط راسي في الوسادة والناس، ما عمرك تجيني هذيك الفكرة تاع واش نقدر اليوم، واش نقدر هاد الليلة تجيني حلم خيب. فنعود لكم انا من الصغر ديالي، ومن الصغر ديالي للكبر ديالي، ومن الكبر ديالي لكيفاش واحد الوقت جاني فين صافي ما ولاو الاحلام بالنسبة ليا شيء طبيعي جدا مهما كانوا. اللي كنقول لكم مهما كانوا، مهما كانوا. فنبداو مع انا كنت صغير. اللي كنت صغير كنت بطبيعتي خواف، خواف جبان بزاف، جبان ماشي من الناس عموما، ولكن من اشياء خيالية واشياء خارقة واشياء غير طبيعية وما وراء الطبيعة. مثلا كنت كنعس انا فقط غير في الصاله. اغلبيه تاع الاطفال كان عندهم غرفه فين ينعسوا. حنا بسبب الاوضاع الماديه والاجتماعيه تاع العائله كنت كنعس فقط غير في الصالون. اوكي، ما كان عنديش غرفه كطفل، ماشي مشكل. غير في هذيك الصالون هذاك قد نشوف اي حاجه في الليل، في الليل اللي هي مرعبه، مع الليل كيكون ظلام والطفل كيكون ما باغيش ينعس، كيشوف مثلا فقط مجموعة من الحوايج محطوطين إلى آخره. فكنعتقد غير كاين شي شخص ما كيراقبني أو لا شي شيء ما. كان عندي خيال واسع ملي كنت صغير. شوية شوية بديت كنتدين بحكم أن والدي متدينين، وكيحتوني بزاف أنني نمشي نصلي إلى آخره. ومن بعد ملي تعمقت في الدين أنا كطفل صغير باقي في الإبتدائي، وليت كنقرا في الدين، ما بقيتش فقط غير كنمشي نصلي ونرجع كمعظم الاطفال، او اللي كيعرف فقط غير العيد وصافي. لا، مشيت كنقرا على شي حوايج، كنشوف بعض الكتب تاع مثلا عذاب القبر، تاع مثلا الاخره، تاع مثلا الجنه والنار، تاع مثلا الشياطين والملائكه والجنون. هنا فين انا من السادس ابتدائي تقريبا حتى نقول التاسعة إعدادي، غادي نتصاب بواحد النوبة تاع الهلع اللي هي كبيرة بزاف. غنولي كنتخلع بزاف من شيء واحد اللي هو الجنون. معمر في واحد الوقت، معمر جني جامي اكسبتي، معمرني زعما تقبلتها 100% تاع شي كائنات اللي هما يقدروا يديروا فيك اللي بغاو، بيسيكلي يدخلوا لك في الروح ديالك، يتحكموا لك في العقل ديالك، يضربوك، يأديوك، يسحروا لك، يسمموك، يديروا لك مثلا السحور، يديروا لك العكوس. المهم بيسيكلي هما دائما هما اللي هاد الكائنات هادو اللي الغير مرئيين الانفيزيبل عندهم القوه عليك اللي انت ما عندكش القوه عليهم. واخا شي مره تقرا القران، وكنت شي مرات تنشوف مثلا هذاك راقي، ما عرفتش داكشي اللي مسمي راسو راقي هو في الواقع نصاب، ولكن انا كنقول لكم باقي كنعاود ملي كنت صغيرة ما بين السادسة ابتدائي والتاسعة، كندخل اليوتيوب كنشوف الجن، ما هو الجن، كيبان ليا تصويرات ديال شي حاجة مثلا مرعبة، وكنتخلع كنقول نيري هادو هما الجنون، والجنون ممكن يتسيفوا يعني يوليو بشر. المهم داكشي كامل ما بغيتش نعاود لكم كيفاش،
من وراء التاسعة إعدادي للفوق، جميع دوك الأفكار بالنسبة لي أنا ما بقوش كيأثروا عليا. أوكي، نتوما قولوا عليا اللي بغيتو. فحيتاش ما بقوش، حيتاش عانيت في هذاك الوقت ما بين السادسة ابتدائي والتاسعة إعدادي، ما معنى عانيت يعني كل ليلة كنتخيل جنون كاينين، واخا تقرا القرآن تعيا ما تقرا القرآن، ولكن انت مخلوع مخلوع، جنون يقدو يجيو، جنون كاينين هنا، جنون كذا، وكنمشي لديك الفيديوهات تاع دوك الروقات كيبقاو يغوتو، اخرج من هذا الجسد، اخرج من هذا الجسد، هذا الجسد ممسوس بالسحر بالجنون، كنشوفهم كيغوتو وكيطيحو في الارض نصابة الاخرين. ولا شي مريض بالصرع ولا شي، انا كتشدني الخلعه لانني كنت طفل، ما كانش عندي العقل ديال دابا. فهادشي سبب ليا ماشي غير في احلام سيئه، هادشي سبب ليا في احلام سيئه مضروبه في 100. فهاد هاد المعاناه ديالي هاد الوقت هي اللي غتخليني دابا مرتاح، ما عنديش كوابيس اطلاقا، وما عمرهم يجيوني في حياتي، ما حد يعيش ما عمر شي كابوس باغي يبدا ياثر عليا، لانني دوزت كوابيس سيئه جدا. كنت كطفل شي مرات سميت الناس بالخلع الخلع الخلع، وكتجيني حشومه نبقى نقول للناس راه كنتخلع بالليل، يقول لك صاحبي انت راجل، انت راجل تخلع بالليل، ولكن راه ماشي كنتخلع كنقصي نخلع. كنقول لكم كنت طفل 14 عام كاع على اقصى تقدير في عمري، ما عليناش. فسيري هي مجيه، ما بقاوش هذوك الافكار كيخلعوني، ولكن وليت كنعس عادي، ولكن شي مرات الا جاني حلم خيب كيخلعني، الا جاني حلم خيب كنفيق الصباح مخلوع. وكان جاني مره واحده في حياتي ملي كنت صغير كذلك، فهذيك الفتره اللي ما بين السادس ابتدائي والتاسع اعدادي، كان جاني مره واحده الجاتوم. ما معنى الجاتوم؟ هو انك ملي كتجي تفيق العقل ديالك كيفيق هو الاول، كيفتح لك العين ديالك، وكيف في نفس الوقت جسمك باقي ناعس. فبهذيك الفتره ما بين ان جسمك يفيق وما بين عقلك يفيق، غالبا في كل صباح ملي كنفيقوا من النعاس كنفيقوا في وقت واحد، جسمنا كيفيق وعقلنا والعينين ديالنا كيفيقوا دقه واحده. ولكن فإذا جاك الجاتون يعني العقل ديالك فاق هو الاول وفتح العين ديالك، ولكن جسمك ما بغاش يتحرك لانه باقي ناعس باقي مخطر. فانا ملي جاني جاتهم اول مره وانا طفل ما عرفتش هادشي، كنت كيحسبني مت، كنقول صافي هادي هي الموت، انا ميت دابا حاليا، حيت كنقول تحرك تحرك تحرك، كنحاول نحرك جسمي، ما كنت انا مصلب وكنشوف. وما عمرني ما قريت على الجاتوم ولا شي واحد عاود ليا، ما كانش الانترنت تقريبا، يلاه بدات الانترنت، وما عمرني بحثت في هذاك الموضوع بزاف، ماشي بحال دابا الجاتوم ولا مخطط ولا معروف. شحال هادي ما عمر شي واحد قال ليا بان واحد النهار ممكن انت تفيق ولكن جسمك بيكون باقي ناعس، ما عمرني. فجاتني هذيك المره واحده هذيك وتخلعت، كيما بعد فهمت هذيك القضيه هذيك. اوكي، فسير هي مجيه، الا جاني شي حلم اللي هو سيء جدا ما تيخلعني. وانا نعاود لكم على الاحلام ديالي اون جينيرال، بعض الاشياء اللي حلمتها وبعض الاشياء اللي مستحيل نحلمها ما كنحلمهاش. الاشياء اللي كنحلمها انايا سواء زوينه ولا خايبه هي دائما واقعيه، دائما ما معنى واقعيه انا ماشي خياليه مليار في المية. بحال مثلا انا كنعرف شي ناس كيحلموا مثلا راسهم كيطير طير طير طيران هاكو كيطير في السماء، كيطير بحال سوبرمان بحال سوبرمان الى اخره. بالنسبه لي انا ما عمرني حلمت هذيك الحلمه، ما عمرني حلمت راسي كنطير، لانني انا وانا فايق عقلي ما كيتقبلش فكره تاع بنادم كيطير هكاك، كتجيني غير منطقيه الفكره. دير فوا لهذا السبب ما عمرني حلمت انا كنطير اطلاقا. حياتي كامله انا في عمري 25، في 25 ولا ليله واحده حلمت راسي كنطير، ما كرهتش شي نهار حلم راسي كنطير، ولكن انا عارف ما يمكنش نتخيلها، مي اتس نوت والو والو بالنسبه لي انا، وكتجيني سخيفه بزاف. فبعض الكوابيس اللي كيجيو لبعض الناس اللي ما تيجيونيش انا، هو انه شاف في المنام مثلا كلاب، او شاف
شي حيوان مفترس او لا ثعبان او عقرب او وغالبا هاد الناس هادو كيأمنوا بشي اسمه السحر او مس الجن او فهمتيني. وكحسب لهم هادوك الحيوانات راه سيئين لواحد الدرجة، بحال راه شي واحد هذاك راه الشيطان المتجسد في العقرب، الشيطان المتجسد في الثعبان في الحلم. بالنسبة لي أنا هادوك الكائنات راه أضعف من البشر، يعني إلا حلمت ببشري نقدر ندخلها أكثر من أنني حلمت بثعبان أو عقرب بعقلي. داكشي باش أنني ما عمر جاني شي كابوس في حياتي فيه بحال هاد النوع ديال الأشياء، مثلا حلم بكلاب أو لا ذئاب أو حيوان مفترس أو عقرب أو ثعبان. بالنسبة لي هادشي ما كيخلعش، ما كيخلع لأنهم حيوانات. ديجا إلا عرضتيهم الخطر غادي يضربوك، أو إلا قربتي لهم غادي يضربوك بالنسبة لهم، فهمتيني. فهنا بديت كنفهم، بديت كنستوعب بأن الأحلام داخلين في واحد الإطار تاع عقلك، كيفاش كيخدم. ميمكنش يخرجوا على واحد الاطار انت كيفاش كتخدم، وميمكنش يخرجوا على واحد الاطار انت شنو كتامن وبايش ما كتامنش. اللي كنتي كتامن بان الشيطان ممكن يدخل لك في الحلم كمثلا قط اسود او شيء من هذا القبيل، الانواع ديال الاحلام اللي يخرجوا لك اللي تحلم بهم في الليل عندهم علاقه بهذاكش. في حين إذا ما بقاتش عندك هذيك الفكرة من الأصل، ما عمرو يجيك حلم دير بحال هكا بهذيك الفكرة، ما عمرو يجيك. تماك فهمت بأن حنا هما صحاب الحلم. فهنا غندخل في شي شوية في بعض الأشياء اللي هي روحانية أو دينية اللي ما بقيتش كنآمن بها. بعض الأشياء بحال مثلا أن إلا شفتي شي واحد ميت في الحلم فهو راه من الجنة كيهضر معاك. اوكي، هذه شي شويه داخله عندنا في ثقافتنا الدينيه اللي انا دازنت رينج بيل، ما تنامنش بهذه القضيه. ليش شفتي شي واحد ميت او حي فقط غير تفكر فيه بالنسخه ديالك اللي تفكر فيه بها، ذات سيت. الا جبدناه من القران نقدروا نلقاو هيكل عظمي، ولكن انت مازال كيبان لك بانه باش يحميه ولا حميه في الحلم سالين. باش عرفت هذه القضيه هذه، عندي واحد الاخ، هذاك الاخ عندي صغير، ملي كنقول صغير راه كبر في العمر، ولات في عمره تقريبا غدا 20 عام، 19 عام إلى آخره. وأنا ما هدرتش معاه ملي كان في عمره 15 عام. بعض المرات ملي كنحلم بيه، إلا حلمت بيه، ما عمرني كنحلم بيه بالنسخة الكبيرة، واخا هو في عمره 20 عام ولا 19 عام. وأنا كنشوفه في عمره 19 عام، إلا جاني في الحلم كيجيني على 15 14 عام، واخا حنا تقريبا ساكنين في نفس الدار، نفس واحد الحيز مكاني، قد نشوفه مرة، لاحظتو كيفاش؟ ولكن ملي كنحلم بيه كأخي الصغير اللي كنهضر معاه، ما كنهضرش معاه هو في عمره 19 عام، كيجينيش بديك النسخة الكبيرة في جسمه، لا، تنحلم بيه بنسخة صغيرة في جسمه ديال 14 عام. تماك فهمت بأن الأحلام حنا هما اللي كنتحكمو فيها، ما كتجيناش من شي بلاصة أخرى. ماشي شي جن هو اللي كيتحكم لينا في الحلم، او شيطان كيتحكم لينا في الحلم، او لا كاين شي روح ممكن تدخل في الحلم. حتى شي حاجه ما كتدخل، حتى شي حاجه ممكن تخرج، انت هو مول الفيلم، انت هو الشخصيه، انت هو كل شيء. الحلم داير بحال شي فيلم، انت هو المخرج، وانت هو الشخصيات، وانت هو اللي كيكتب السيناريو، وانت هو اللي كيدير الديكور، وانت هو اللي انت هو كل شيء. يعني هذاك الشخص الميت اللي كيجي عندك الحلم كيهضر معاك، راه عقلك هو هذاك الشخص الميت، هو هذاك، عرفتي كيف؟ هو ذاك الشخص الميت، وانت في الحلم راه انت هو ذاك، مثلا ذاك العقرب السيء او اي حاجه سيئه او جيده وقعتك في الحلم كامله، هو انت ولا انت اللي كتشوفوا هذا الفيديو. حاجه ما كتدخل، حاجه ما كتخرج. فهنا كنقول لكم الكبر ديالي وقعوا لي مشاكل في الحياة، وقعوا لي بزاف المشاكل في الحياة، ولات كتشدني الانكزايتي. ما معنى الانكزايتي؟ اللي تنتخلع بزاف، كنكون هي جالس وانا كنتخلع بدون سبب، بدون سبب معين كتشدني الانكزايتي.
فبشويه بشويه وقعوا لي عاوتاني بعض المشاكل سيئين، منها واحد البريك اب اللي هو اثر عليا في 2020، اللي واحد الوقت من كثرة الانكزايتي والديبريشن وكذا والانعزال وبزاف د الاشياء وعدم الرضا على الذات، في 2020 كنقول لكم ماشي غير الاحلام السيئين ديال الليل اللي ولا كيخلعني، لا الليل كامل ولا كيخلعني، ما عرفتش كيفاش نشرحها لكم. بعض الناس ما كيبغيوش ينعسوا بالليل، ما كيبغيوش ينعسوا بالليل، كيبقاو فايقين بالليل. علاش كيخافوا ينعسوا؟ لان الناس عنده علاقة بالموت، هذوك الناس كيخافوا يموتوا في الاصل، شي باش كي ما كيبغيش ينعس، ما كيترخاش باش ينعس، كينعس وكيبقى يتكلم. فانا مروا عليا بزاف ديال الليالي متابعين في هذيك الفترة هذيك، فين كنجي نعس وما كنعش، ولا كنجي نعس كنحط راسي مع 12 الليل ما كتديني النعس حتى 6 الصباح، وانا فقط غير كنتكلم غير في الفراش، كنحاول نعس عفوا ما كناش. كيفاش تغلبت على هادشي؟ فقط انه في الايام فين صافي وصلت بيا المرحله السيئه ديالي النفسيه، تاع انني مش كنخاف فقط غير نعس، حيت كنقول الا نعس مثلا غنموت، ولا الا نعس غنشوف كوابيس الى اخره، لا الليل كامل كيخلعني. الليل كامل فقط انا ساكن في السطح، كنت ساكن في السطح اوكي، ومني كنخرج الليل كنت خلع من الليل، كنحس براسي انا في السطح عادي، كنحس براسي انا غير في السماء مع الليل مع الظلام، واخا كاين اناره ديال البوطو في الزنقه، كاين اناره ديال مول الحانوت، طوموبيلات غاديين جايين، مع ذلك هكاك نفسانيا عقليا داكشي ولا كيأثر عليا خايب. شنو وليت كندير؟ هاد الحل اللي هو نفعني بزاف، وانه فين ما كيبدا المخرب يطيح، كيف فين ما الظلام كيبدا يطيح كنعس، كنحاول نعس ما امكن، وفين ما كنفيق مع الفجر واحد المده ديال شهر او شهرين، وانا كندير هاد القضيه كنفيق مع 5 الصباح كنعس مع 8 الليل، 5 الصباح 8 الليل، 5 الصباح 8 الليل، الوقت بشويه بشويه صافي بحال داك المشاكل الى اخره، بحال شويه شويه بديت كنتعايش معاهم. وكذلك هذاك النعاس صافي ما بقاش كيأثر فيا الليل بهذيك الطريقه، وليت كنتقبل الليل كما هو اوكي. فهاد الشيء عاونني كثيرا انني الكوابيس ما بقاش يأثروا فيا. اخر حلم اخر كابوس اللي اثر فيا فريمون، ومن تماك ما بقاش عاود اثر فيا شي كابوس، لان المشاكل النفسيه بالنسبه لي ما بقاوش كيأثروا فيا، صافي ارتحيت من كل شيء سواء جميل او غير جميل ما يهمش، ما بقيت كنتاثر بزاف يعني كيما قبل. اخر حلم كان عندي اللي هو سيء عقل عليه اللي اثر فيا يعني خلعني، ومن تماك جميع الاشياء اللي هما سيئين ما بقاوش كيخلعوني، فكان بحال اللي قلتي واحد الشيء هلامي غير موجود يعني فقط انفيزيبل، وانا ناعس في الغرفه وبحال اللي كيجي كيتلمسني هكا، بحال شي غطاء ولا يزار، وهو فقط بحال شي شبح او جن او شيء كيتلمسني هكا كامل اوكي. هي غريبه هاد القضيه، كريبي وشي شويه سيكسيوال خايبه اوكي، بحال شي واحد كيقاسك هكا وانت راك في بيتك سد عليك وكل شيء، وبحال لا فقت كنقول شكون هذا شنو هذا الشيء، وبحال هذا الشيء كامل تيقيسني جسمي كامل بحال بهذه الطريقه كريبي، الطريقه هذه خايبه جدا، ما تبغيش تجي علي قياسك هكا وانت ناعس. مي فقط لقيت راسي بوحدي ما يمكنش، ومسدود وكل شيء صافي. تماك من هذيك الفتره هذيك بالضبط كان اخر حلم سيء لي، من تماك الاحلام بالنسبه لي ما بقاوش سيء جيد سيء جيد سيء جيد، لا ولا بحال 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 بحال، نتمنى تكونوا فهمتوني. كيف ما لقيت حلمت مثلا لقيت الفلوس، كيف ما حلمت مثلا مت، بحال بحال بالنسبه لي حلمت مت بزاف ديال المرات، حلمت مت مثلا رياليستيك هو شي واحد كيتير عليا بفردي عرفتي مع ديك الرصاصه كتضرب كنفيق عادي، أو مثلا
انا عجوز في السبيطار وكنموت، فقط مجرد ما كنموت كنعاود نفيق عادي. يعني نعود لكم على الحلم ديال البارح، فين فقت عادي، وليت كنفيق اي حاجه، اي حلم جاني ما كان قارنوش كحلم جيد حلم سيء. فهادشي اللي اغلب الناس كيديروا، اغلب الناس كيقولك الا حلمنا قبل الفجر فهذا شيء جميل، ولا حلمنا بعد الفجر هذا شيء سيء مثلا. ولكن يقولك الحلم الجميل نقوله للناس والحلم السيء ما مزيانش نقوله للناس، واش ما مزيانش حرام، واش ما مزيان، المهم كيحددوش. لاحظتي كيف يعني كاين عندنا في ثقافتنا الشعبية وكومن سينس، كيعجبنا واحد الشيء وما كيعجبناش واحد الشيء، في حين خصنا نتعلموا نتقبلوا جميع الأحلام كما لأنهما فقط مجرد برين اكتيفيتي، مجرد نشاط دماغي اوتوماتيكي وضروري يكون عندك في اش كيسميو هذيك دورات النوم، the cycle of sleep، كتكون واحد حركة العين السريعة شوية ما عرفتش داكشي وشوية مرحلة الحلم. لاحظتي كيف يعني شيء اوتوماتيكي سواء كان سيء او جيد هو غير حقيقي، والمخ ديالك هو اللي صنعو وما عندوش علاقة بشيء اللي هو خارق. بعض الناس كيحسب لهم بأن الحلم كيتوقع لهم المستقبل، بأن الحلم هو شي حاجة حقيقية غتوقع في المستقبل. أنا بالنسبة لي ما كان آمنش في هذاك الشيء، بالنسبة لي حتى شي حاجة في الحلم هي حقيقية. إلا جاني الفلوس في الحلم هذا لا يعني أنني غنكتسب الفلوس من مورا 10 أيام مثلا، هذا بالنسبة لي تفكير خاطئ. أوكي أنا عاود لكم البارح شنو وقع لي البارح. بحال قلتي دخلت بحال في شي غابة، وهذيك الغابة هذيك بحال في الصباح ولا في العشية، وديك غابة شي شوية بحال قلتي مغيمة. أوكي ودخلت بحال في الباب عندي في السطح، وكنهبط للأسفل، ماشي مشكل هبطت للأسفل، وشي واحد حط ليا يعني بحال انا حطيت لراسي اوكي، ولا شي واحد حط ليا الفكره تاع ان هذاك فقط مجرد اكسبيريمنت نتاع الخوف، مجرد تجربه تاع واحد البروفيسور واحد العالم ولا استاذ او طبيب او ما عرفتش شنو هو بالضبط، ولكن انا حسيت بيه هذاك الشخص هذاك هو اللي بغى يدير هذيك التجربه تاع الخوف، بغينا نجربوا الخوف كيفاش كيأثر الخوف على الانسان. فجلست انا في واحد البلاصه بحال قلتي واحد الطياشه او واحد البيكاله ديال الدراري الصغار، ديال الاطفال الصغار، بيكاله صغيره وهي كتقزمني كتحطني لتحت، وبقات هذيك العربه غاديه 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 بدون تحكم ديالي انا، فقط كنتمشى بحال خصني نشوف بعض التصاور في هذاك المعرض، هو غادي بيا للاسفل. اوكي هذاك المعرض هذاك بحال قلتي جميع الاشياء اللي هي ممكن تخلع بعض البشر، يعني كتجربة، هذه تجربة علمية بالنسبة لي أنا. أوكي فبديت كنشوف مثلا حشرات، أشياء مقززة إلى آخره، وهذيك العربة غادية بيا غادية بيا غادية بيا، حتى أو فينال فين حبسات هذيك العربة، وخرج هذاك البروفيسور وخرج عنده واحد الوجه سيء، هو بحال قلتي وجه أوروبي أو شيء من هذا القبيل، غير هو وجهه مكمش وبيض وقصير هوايا وهزيل البنية، ما عندوش لحية أو شيء، هذا فقط عنده الشعر هكا شايب وقصير هكا، وفي نفس الوقت ما كتقدرش تعرف واش هو كان لابس هذيك اللبسة ديال المختبر، عرفتي ديك اللبسة ديال المختبر، أو لا فقط كان لابس صوفيت ما بيضة، ما تقدرش تحدد. أوكي فكان جاني واحد البلاصة واحد الحشرة كبيرة، وهذا النوع ديال الحلم اللي حلمته البارح كيتسمى لوسيد دريم. اوكي فكاين في الاحلام جوج ديال الانواع، كاين واحد الحلم ما كتقدرش تتحكم فيه، وكاين واحد الحلم اللي كتقدر تتحكم فيه من المجريات ديالو، تقدر تحرك انت بوحدك دير هكا دير هكا. اوكي هو خرج ليا بواحد الحجرة كبيرة، وهاديك الحجرة دايرة بحال شي نوع ديال العجلة. اوكي جاي لعندي هنا كنقول واش هادشي داخل في هذيك التجربة ديال الخوف، ولا فيه لان هذا الشخص باغي يقتلني، فهمتي ديك كتقول واش هادشي كيديرها بالعاني او لا هادشي غيديرها بصح، وانت في هذيك الحلم غير كتحكم، ولكن في نفس الوقت ما كتعرفش بان هذاك حلم، كتبان لك هذيك هي الحياة الحقيقية.
فكيجي عندي بهذيك الحجره هذيك وباغي يضربني من ديك الحجر. حنا انا جالس قزامي وداكشي ولا شدو من اللور ديال راسو، حيت له ديك الحجره وفعلا في هذيك البلاصه اللي هابطه بحال كاينه شي بلاصه ديال غارقه، اوكي بحال شي عماره عرفتي، كاين الدروج وكاين وسط هذيك الدروج واحد البلاصه هابطه خاويه. انا بغيت انا ندفعو من تما وقلت بلا ما ندفعو، حيت هذا ربما عالم هادشي اللي كيدير فيه يبلعاني، غير ما كانش باغي يضربني بالحجره كان يبلعاني كيدير. اوكي ماشي مشكل، حيدتلو ديك الحجره بحال بغيت نضرب معاه وما ضربتش معاه بدون كلمات. اوكي ويمشي ويخرج واحد الموس، موس طويل وماضي طويل جنويه طويله، ويعني باش يختبر الخوف ديالي واش كنخاف ولا لا. هادشي البارح كنعاود لكم، بغا يحس ليا هنايا ماشي مشكل. قلت هاد السيد هذا كيحس ليا بدون ما بدون اي شيء وبدون مرايا ولا اي شيء، جا من مورايا وانا قلت لكم قزامي صغيوه اوكي جالس على ديك العربه هادي كيحس ليا بالموس. خلعه بالنسبه لي وكان ما نخلعش. اوكي علاش، واش هادشي اللي كيدير باش يختبر الخوف ديالي ولا فعلا هاد الشخص باغي يذبحني؟ واحد الوقت وصلت بيه هنايا ما بقاش كيحسن هاد الجانب اليسار ديالي، ولا بحال باغي يدير هكا بحال باغي يجر. اوكي وانا نحبسو هكا كنشوف في صبعي، هادشي غير في الحلم، كنشوف بحال بدا كيجرحني صبعي وحنا كنهضروا ولا هيتو من الهضره وداكشي، وعوض ما عوض يعني ما نضرب معاه ولا شي حاجه، ما ضربش معاه ما والو، غفلتو بحال هكا دفعتو ولا جو سي با كيفاش، وبديت كنطلع الفوق طلعت الفوق نطلع الفوق وهو تابعني، وكنطلع كنطلع 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 توصلت لهداك الباب وانا سدو عليه، سديت عليه وانا سدو واحد السيروت وتقطع الحول، بحال انا اللي خليته تماك في هذيك القنجة هذيك اللي كان باغي يقتلني فيه. صافي كان هذا هو الهدف، ولكن مابقاش عادي كنقول وات ذا فاك انت سبوز تو مين. وبعد الناس كيحسب لهم احلام عندها معنى، انا بالنسبه لي احلام ما عندهاش معنى صراحه. ما كيوقعوش ليا دائما كوابيس، انا كما قلت لكم ملي وليت بحال هكا كنامن بان الاحلام ما عندهاش حتى شي حاجه، وليت كنفيق بعض اغلب الاوقات بدون حلم. ما معنى انك تفيق بدون حلم، يعني كتفيق وانت لا ميموار ديالك ما شدات والو من هذيك الحلم، لاننا حنا يوميا كل ليله كنحلموا حتى 4 مرات 4 احلام، وتقدر تعقل منها على جوج او لا تقدر تعقل منها على واحد، ومن بعد ما كتبقاش تعقل. وكاين واحد النوع نادر تاع الاحلام اللي سميتو اونيون دريمز، وهادشي كنعاود لكم هادشي كامل علميا، هادشي راه ماشي كتو. ما معنى اونيون دريمز؟ هو الحلم ديال البصل اللي فيه بزاف ديال الرقائق، بزاف ديال الشرائح، وهادي كانت وقعت لي على 3 المرات. واحد النهار كان جاتني واحد الحلم ما عقلتش امتاش بالضبط فين كنفيق، وكنلقى راسي في حلم وكنعيش هذاك الحلم الثاني، وكنفيق منه وكنلقى راسي في الحلم الثالث، وكنعيش هذاك الحلم بحال انا فقت من هذاك الحلم. هذاك الحلم الاولاني كنت غير كنحلمه، هو شي 3 الاحلام في حلم واحد. وحق ربي كاين هادشي، ولكن نادر. كتبوا اونيون دريم غتخرجيكم بان هذه ظاهره علميه ممكن توقع، تاع انك انت في الداخل تاع الحلم وتفيق راسك في حلم بحال داك الفيلم تاع انسبشن بحالو تماما. هذيك راه فكره واقعيه كتجي لبعض الناس في الاذهان ديالهم اللي كينعسوا، عاد من بعد فقس العادي. هذه اونيون دريم ما كتوقعش ليا دائما، كما قلت لكم في اغلب دابا احيانا في هذه الايام هذو اللي كنعيشو في هذه السنه او شو السنوات اللي فاتوا، اغلب الاوقات كنفيق ما عقل على والو بحال نعست بدون حلم، بالنسبه لي شيء تافه. حتى الاحلام اليوم جيدين ما بقاوش كيجيوني جيدين، ما بقاوش كيجيوني جيد. الا كان شي حلم جيد ما كنعقلش عليه، ولا كان شي حلم سيء هو اللي كنبقى عليه، وكنفيق عادي زعما طبيعي جدا، ماشي شي حاجه كتاثر عليا ولا كنفيق مخلوع او شي من هذا القبيل، لا شيء اطلاقا. فهذا بالنسبه لي هو كيفيه التخلص من الكوابيس. وجوج حوايج كنامن بيهم فقط باش نختموا هذا الفيديو، هو انه الا انت ما كنتيش كتظلم او انت ما كنتيش كتظلموا الناس، ما كنتوش كتسرقوا، ما كنتوش ديال الناس الى اخره، من حقكم انكم تنعسوا بدون خوف بدون اي شيء.
كنت تفرج واحد جراح سابق ديال الظهر اللي فقط اختار انه يولي يدير فيديوهات يخرج من هذيك المهنه، سميتو جوبي اندوبي، نخلي لكم في الفيديو. قال لك واحد الوقت كان، لانه قبل ما يدخل يعني لكليه الطب، كان هو في الاصل ملي كان صغير كان باغي يتبع الشعر، يتبع الكتابه والفلسفه، ما كانش باغي يدير الطب. ولكن لانه دار الطب هادشي خلق له مشاكل من بعد، واخا نجح في مهنه الطب الى اخره، ما قدرش يسامح راسه لانه تخلى على الحلم ديالو تاع انه يقرا الشعر، يقرا اللغه عوض ما يمشي للطب. اوكي، فهادشي بقى كيدير له احلام وبقى كيدير له كوابيس اللي هما سيئين. فخصك الا كتبوا عليك الكوابيس، خصك تسامح لراسك، مهما درتي الاخطاء انت فقط كتخطا وكتعلم في هاد الحياه. اوكي، خلي شي مشاكل اللي هي مكبوته عندك في اللاوعي ديالك انها تخرج وتقلب عليك، لا، سامح راسك ونعس مرتاح. الا ما كنتي كتظلم حتى شي واحد، كنتي كتأدي حتى شي واحد، راه من حقك تبقى ناعس وبخير. انا فين ما كنعس كنعس اغلب الاوقات. اوكي، اغلبية ساعتي 99% او 98% تاع الليالي ديالي كنعسو عادي جدا، في حين راه بتحلف عليها، ما كنت انا هو داك الشخص اللي ملي كنعس ما كنتش ديني النعسة حتى المرة 4 السوايع، كنت تخلع وانا ناعس بدون سبب. يعني هادوك المحاين ربما انت ولا انت اللي كتشوفو فيهم، ربما الى عندكم كوابيس دابا راه هادشي هذا واحد السبب اللي يخليكم من بعد ما يبقاوش عندكم. اوكي، هادشي اللي كاين. وكاين واحد النوع تاع البشر اللي هو معدي وظالم وشفار ونصاب وكيديه الناس. انا بالنسبه لي ما نرضاش واحد نصاب، واحد كذاب، واحد غشاش، واحد سيء ينعس، وانا اللي ما كندير حتى شي حاجه سيئه ما نعش. علاش؟ الا كانت هو عنده راحه الضمير حتى انا تكون عندي راحه الضمير، انا هو الاجدر بها، انا هو الاحق بها. هذاك الشيء باش، ونتمنى انتوما انكم ملي تشوفوا هذا الفيديو ينفعكم فريمون فريمون، تبدلوا العقليه ديالكم على الاحلام بانها جميعا زوينه، جميع الاحلام طبيعيه، ما كاينش حلم سيء حلم جيد. بان بعض الكائنات الا كنتو كتحلموا بهم اللي هما كيبانوا لكم سيئين، غير قراو عليهم. انت كتخاف من العقرب او من الثعبان او من الكلاب الضاله اللي كت ربما مصابه بالسعر، ربما انك اديتيها، بزاف د الاشياء، ربما كانوا تيريتوريال لانهم كانوا في موسم التزاوج. يعني هادوك الكائنات طبيعيين بحال الانسان، بحال مثلا العقرب ولا الثعبان او شيء طبيعي في الايكولوجيا تاع الكون ديال الارض، عادي جدا. وهادشي اللي كاين. عجبكم هذا الفيديو اوف كورس ديروا لايك سبسكرايب، والتعاليق الجيده التعاليق الجيده التعاليق الجيده. تلقاو فيديو جديد وحياه هانئه للجميع الناس الزوينين.